طب معلش برضه دكتورة هالة، هنسقف والله هنسقف بس هتقولنا اللوحة اللي قبل دي. أيوة من فضلكم اقفوا هنا، بس أنا بس عايزكم تتوقفوا عند الرقم ده. الدكتورة هالة بتقول إن إحنا كل سنة بيدخل سوق العمل 900 ألف المليون، خلينا نحفظ المليون. تمام يا فندم، نحفظ المليون. طيب لو إحنا النهاردة في 22 ل 25، يعني تقريبا 3 سنين، يعني انت عايز توفر فرص عمل 3 مليون خلال ال3 سنين دول. مظبوط. والمفروض انك انت بتوفر فرصه عمل يعني على الاقل بحد ادنى من المرتبات يعني. مظبوط. فانا عايز اقول لكم بس توقفوا عند الارقام ديت، لانها ممكن تبقى قدامكم كده واحنا بنقولها. انا بكلم كل الناس، مش بكلم حد بعينه، بكلم كل بيت مصري، بقول له قول لي وانتبه معايا ازاي نوفر 3 مليون فرصة عمل لأولادنا وبناتنا خلال ال3 سنين اللي جايين او ال4 سنين اللي جايين. مليون فرصة عمل كل سنة او 900 ألف فرصة عمل كل سنة، ده زيادة عن اللي موجود في السوق يعني. مصر. فأنا بس عايز أقول الرقم ده توقفه قدامه قوي، لأن ده مش بسيط، ومفيش دول في العالم تقدر كتير على الأقل باللي زينا يعني يقدر يوفر فرص عمل للحجم ده سنويا. طب بس مش هنقف عند 25 و26، طب يا ترى لغاية سنة 30؟ ما هو النمو ده بالطريقة ديت معناه ان هو المليون كل سنة برضو، مش كده دكتور؟ مظبوط. طب هل احنا هنقدر نولد فرص عمل لمثلا لغاية 2030 8 سنين، يعني 8 مليون؟ يعني انا بقول لكم بس كده، اذا كان المصنع الواحد اللي ممكن يعني نقول ان هو، عشان بس في ناس كتير يقول لك ايه ما بتعملوش مصانع ليه؟ ده شغالين فيه. هنا لما بيجي نتكلم على قطاعات بتشوفوها الدولة مش سايبة قطاع و يعني ما بتشتغلش فيه، على الدكتور مصطفى بيقول لي. بس الفكرة انت يمكن بتمس قطاع بنفسك يعني مثلا يقول لك ايه انتوا مهتمين قوي، انا الكلام ده قلته قبل كده يعني، بالطرق والكباري. يا سيدي انت بس اكمنك شفت الطرق والكباري، اكمنك انت بتمشي عليها، لكن ده مش معناه ان قطاع زي الزراعه انت ما بتشوفوش. ليه؟ لان هو يعني مين مننا من المواطنين الا اللي بيشتغلوا في القطاع ده؟ انا بتكلم اللي احنا بنعمله زياده. يعني الدكتوره لسه بتقول هنا 250 الف فدان هيدخلوا لزراعه القمح السنه دي عن السنه اللي فاتت. المفروض كانوا 400 الف، مش كده يا محمد؟ كانوا كام؟ 400. والسنة الجاية 23 يوصلوا مثلا لمليون لو احنا نجحنا في اللي احنا بنعمله. ده بعيد عن الرقعة القديمة، بعيدين عن الدلتا يا دكتور مصطفى. احنا بنتكلم هنا على الدلتا الجديدة، وبنتكلم على توشكا وشارع العينات. معناه ان انا ازود ويبقى مثلا مليون فدان، معناها في زرعة واحدة هدخل من 2.5 ل 3 مليون طن حسب قدرتنا في الزراعة. فأنا عايز أقول إيه؟ إن في القطاعات المختلفة الدولة شغالة فيها كلها، مش غفل يعني، لا تخفى القطاع. اتصالات، تعليم، صحة، صناعة، زراعة، مفيش قطاع إحنا سايبينه. بس وانا مش هقول ان الاعلام ما بيغطيش ده فمن فضلكم غطوه كويس، لا مش هقول كده، لكن انا بقول للناس ما تتعودوش ترددوا اللي بيتقال لكم، يترمي لكم كده فانتوا تاخدوه وتقولوه. لا، مع الوضع في الاعتبار ان البيانات دي كلها متاحه برضو على موقع مجلس الوزراء وعلى الوزارات المختلفه. يعني لو دخلت على النقل هتشوف، دخلت على الكهرباء هتشوف، دخلت على الزراعة هتشوف، أو على الموقع بتاع رئاسة الجمهورية. توقفوا كتير قوي على أننا كدولة نوفر مليون فرصة عمل سنويا زيادة عن دلوقتي. إزاي وبكام؟ ده إحنا مش بنخوف بعض، إحنا مش بنخوف بعض. ولما أنا طلبت من الدكتورة هلا، ما هم بيقعدوا يخوفون، أنا بيقول لي في المكتب هو الدكتور مصطفى يخوفون انا. طب قلت لها طب ما تخوف الناس، انت جاي بتقول المحاضره دي للناس.
احنا ما بنخافش. عارفين ليه ما بنخافش؟ اولا عشان معانا ربنا، وان ده اقصى حاجه ممكن نعملها. ثم وده كلام مش مجابله، معانا ناس في مصر حريص على بلده، مش بتكلم على مسؤولين، كل انسان في مصر مسؤول، انا بتكلم عن المصريين. بس احنا بنحطكم في الصوره يا مصريين عشان تعرفوا ان احنا بنحاول نخفف بالامكانيات اللي موجوده عندنا. وزي ما الدكتوره قالت كده، ثلاث سنين دلوقتي، ثلاث سنين، سنتين كورونا الدنيا اتلخبطت فيها خالص واحنا كنا متماسكين، والسنه خلصت خلاص، احنا خلنا في 12 بتاعه الازمه الروسيه، واحنا برضو الحمد لله متماسكين. ولازم تكونوا متاكدين ان ربنا معانا، وما تخافنيش تاني دكتوره هاله. شكرا جزيلا.